بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الأنام، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا ثالث المجالس وخاتمتها فيما يتعلق بالمدخل إلى الآداب الشرعية في هذه الدورة العلمية الفريدة المباركة في رحاب بيت الله الحرام، دورة الأخلاق والآداب الشرعية. المجلسان الماضيان في هذا المدخل كان حديثا عن تعريف الأدب، وكلام وعبارات مشرقة رائعة فيه للسلف، ثم كان الحديث بعد ذلك عن التفريق بينه وبين الخلق والعلاقة بينهما، وانتقلنا بعده إلى الحديث عن حدود هذا الأدب ومراتبه، وتبين لنا كيف أنه يحوي الشريعة بأسرها، وأن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أجل أنواعه وأشرف مراتبه وأجل ما ينبغي أن يعتني به أولو الأدب. وكذلك الحديث عن أدبنا مع الخلق، يتربع على عرشه أدبنا مع سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحديث في حدود الأدب بيانا لسعته وبيان عظيم ما يتناوله هذا الباب الكبير من الدين والإيمان والعلم في حياتنا معشر المسلمين، وجليل ما حوته شريعتنا الغراء في تهذيب سلوكنا وأخلاقنا وقيمنا وآدابنا بني الإسلام. وخاتمة هذه المجالس حديث عن خطوات يحتاج إليها طالب الأدب والمسلم الحريص على أن يكون في تأدبه بأدب الشريعة محافظاً على منهاجها. هذان عنصران في مجلس الليلة، أحدهما الحديث عن المصنفات والمضان التي يجد فيها طالب الأدب الشرعي بغيته، والحديث ثانياً في العنصر الآخر عن معالم في طريق التأدب وخطوات يسلكها المتأدبون في سبيل تحصيل هذا الباب الكبير الجليل من العلم، من الإيمان، من الخلق الكريم والأدب الفاضل الذي أكرمنا الله تعالى فيه بديننا العظيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رابعا: مضانه والمصنفات فيه. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا كأبي داود السجستاني صاحب السنة، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي بن موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وغيرهم. والمصنفات فيه جاءت تبعاً واستقلالاً، ومنها ما حمل صريح اسم الأدب مفرداً أو جمعاً، دلالة على عظيم عناية السلف بهذا الباب وشدة اهتمامهم به وتأكيدهم على أهميته والحرص على تحصيله واكتسابه. ومن أبرز تلك المصنفات، نعم، إذا ما جئنا نبحث عن المصنفات والكتب والمؤلفات التي وضعها أئمتنا في هذا الباب في الأدب من أجل العكوف عليها والنظر فيها وقراءتها واستقاء الأدب من خلالها، فإننا نجد ثروة علمية كبيرة. الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية، وهو من أجل وأعظم مراجع ومضان كتب الآداب، قال في كتابه في المقدمة وهو يبين أنه لم يأتي بجديد، وأنه جمع ما سبق إليه الأئمة في التدوين والتصنيف، قال: وقد صنف في هذا المعنى كثير من أصحابنا، يقصد الحنابلة، قال: كأبي داود السجستاني صاحب السنة، وأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي حفص، وأبي علي بن موسى، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وغيرهم. وسيذكر الآن لك جملة من هذه المصنفات، لكنك ستجد أنك لو صنعت قائمة تجرد فيها ما كتبه أئمتنا في الآداب الشرعية
ستجد أنها على نوعين، منها ما صنف استقلالا فيضعون كتبا ومؤلفات مخصوصة للآداب فتحمل اسم الأدب مفردا أو جمعا الآداب، وكلها قد سطر فيها العلماء جملة وافرة من آداب الشريعة. والصنف الثاني مما دون فيه علماؤنا موضوعات الأدب وأبواب الأدب وسائر أنواع الأدب أن جعلوه مصنفات تبعا وتأتي ضمنا في كتب وعلوم هي أكبر منها، كما صنع الأئمة أصحاب السنن رواة الحديث في دواوين السنة، فالشيخان البخاري ومسلم وابن حبان في صحيحه والأئمة أصحاب السنن، كل هؤلاء لما يبوبون ويترجمون داخل دواوين السنة أنواع الحديث ويصنفونها على أبواب يحرصون على أن يجعلوا داخل ذلك كتابا من ضمن كتب الصحيح أو السنن يتعلق بالأدب، وسيأتي مثاله بعد قليل. إذن مصنفات علمائنا في الآداب إما أن تكون مستقلة تحمل اسم الأدب أو الآداب، أو تأتي تبعا ضمن مؤلفات هي أكبر منها. الغاية أن تدرك أنهم ما فاتهم رحمة الله عليهم أن يمدوا الأجيال في الأمة من بعدهم بهذا الباب العظيم وهو الأدب، وأنهم ورثونا كما ورثونا الدين والعقيدة والحلال والحرام وأركان الإسلام وأركان الإيمان، ورثونا الأدب في الإسلام كيف هو وصنفوا فيه وجعلوا ذلك مما تتوارثه الأجيال. نعم. ومن أبرز تلك المصنفات صحيح البخاري رحمه الله كتاب الأدب، وفيه 256 حديثا ترجم لها الإمام البخاري في 128 بابا. صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، وأنت تعلم أنه ديوان من دواوين السنة العظيمة التي ورثتها الأمة. أرأيت البخاري رحمه الله كيف جعل أبوابا للإيمان ومسائل العقيدة وللصلاة وللصيام والزكاة والحج والمناسك، ورأى أن هذا مما يجب أن يحفظ فيه الصحيح الذي بلغ غاية الصحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رحمة الله عليه هو نفسه الذي بوب وترجم لكتاب داخل الصحيح سماه كتاب الأدب، وبوب فيه أكثر من 120 بابا، وجمع فيها أكثر أو نحو من 256 حديثا، وجاءت أبواب كتاب الأدب داخل صحيح البخاري عديدة تحمل أسماء متنوعة، منها على سبيل المثال وأول أبواب كتاب الأدب في صحيح البخاري قال باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فجعل هذا من بداية ما يذكر في كتاب الأدب، ثم قال باب من أحق الناس بحسن الصحبة، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، باب لا يسب الرجل والديه، باب إجابة دعاء من بر والديه، باب عقوق الوالدين من الكبائر، يسرد أبوابا هذا فقط في أدب الوالدين. ثم يقول رحمه الله باب صلة الوالد المشرك، باب صلة المرأة أمها ولها زوج، باب صلة الأخ المشرك، باب فضل صلة الرحم، باب إثم القاطع، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، باب من وصل وصله الله، إلى أن سرد أبوابا في الرحم وما يتعلق بها، ثم انتقل ثم قال باب فضل من يعول يتيما، باب الساعي على الأرملة، باب الساعي على المسكين، باب رحمة الناس والبهائم. هذه ضمن 128 بابا التي جعلها البخاري رحمه الله داخل كتاب الأدب، ومنها مثلا على سبيل المثال للحصر باب طيب الكلام، باب الرفق في الأمر كله، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، باب الغيبة، باب النميمة من الكبائر، باب ما قيل في ذي الوجهين، باب من أثنى على أخيه بما يعلم، باب ستر المؤمن على نفسه، باب الكبر، باب الإخاء والحلف، باب التبسم والضحك،
باب الصبر على الأذى، باب من لم يواجه الناس بالعتاب، باب حق الضيف، باب الانبساط إلى الناس، باب المداراة مع الناس، وانتقل إلى حقوق الضيف، ثم انتقل إلى أبواب تتعلق بالألفاظ. قال: باب ما يدعى الناس بآبائهم، باب قول الرجل مرحبا، باب قول الرجل للرجل اخسأ، باب لا يقول خبثت نفسي، باب ما يدعى الناس بآبائهم. وهكذا ينتقل رحمه الله في أبواب عدة داخل كتاب الأدب. هذا يدل على عناية أئمة الإسلام رحمة الله عليهم بهذا الصنيع. أرأيت البخاري رحمه الله لما يجعل كتابا خاصا في صحيح البخاري يسميه كتاب الأدب، هل هو إلا رسالة واضحة من أئمة الإسلام يقولون لنا فيها: تعلموا الأدب كما تعلمتم الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل، هذه مهمات، ولم يجعلوا بعضها أهم من بعض أو تركوا بعضها تقليلا من شأنه؟ فهم من روى هذه السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لك أن تعلم أن إماما كالبخاري رحمه الله لما جاء بهذا الكتاب وسماه كتاب الأدب داخل صحيحه وأفرد فيه 256 حديثا، فإنه رأى أن يفرد الأدب بمصنف مستقل فسماه الأدب المفرد، وهو كتاب أكبر وأوسع وأعظم من الأدب الذي أورده رحمه الله في كتابه الصحيح، وسيأتي ذكره بعد قليل. نعم. صحيح الإمام مسلم توزعت فيه أحاديث الآداب في عدة كتب: كتاب الآداب، وكتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، وكتاب البر والصلة والآداب، وكتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم رحمه الله جاء في كتاب الآداب أو ما يتعلق بأحاديث الآداب ثم نثرها في جملة كتب وليس في كتاب واحد كما صنع البخاري. ولما جاء النووي رحمه الله يترجم لتلك الأحاديث سماها بما سمعت: كتاب الآداب، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، كتاب البر والصلة والآداب، كتاب اللباس والزينة. وتحت كل كتاب من الأبواب ما يكشف لك عن ما حوته تلك الكتب. فمثلا كتاب اللباس والزينة جاء فيه من الأبواب: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، باب تحريم باب إباحة اللبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، باب فضل لباس الثياب الحبرة، باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما. ثم انتقل فقال: باب كراهة الكلب والجرس في السفر، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس الخلفاء له من بعده. وأيضا فيه من الأبواب: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة. هذا كله في كتاب اللباس والزينة، وفيه جملة من الأبواب. في كتاب الآداب في صحيح مسلم فيه من الأبواب مثلا: باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك، باب الاستئذان، باب تحريم النظر في بيت غيره، باب نظر الفجاءة، باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. ثم جاء في كتاب آخر سماه كتاب السلام، وفيه جملة من الآداب المتعلقة بالسلام. ثم ذكر فيه أيضا مسائل من هذا الباب كثيرة متنوعة. وأنت ترى بهذا التقسيم الذي صنعوه رحمة الله عليهم أرادوا أن يلموا كثيرا من الأحاديث النبوية التي تتعلق بالأدب. فنحن عندما نقرأ تلك الدواوين من السنن ونستقي منها علم الشريعة ونتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا نستقي منها أحكام العقيدة وأحكام العبادات وما يحل لنا وما يحرم علينا، كما نتعلم سواء بسواء مسائل الأدب في كل تلك الأبواب بلا اختلاف. نعم. كتاب الأدب في سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، هذه أيضا كلها لم يخلو منها جامع من الجوامع أو سنن منها من إفراد كتاب داخلها بمسمى كتاب الأدب.
جعل أبو داود رحمه الله فيه أكثر من 500 حديث في كتاب الأدب في سننه، وابن حبان رحمه الله في صحيحه أورد أكثر من 670 حديثا تتعلق بالآداب. هذه الوفرة الكبيرة التي جمعها أئمة السنة دلالة على عنايتهم العظيمة بأحاديث الآداب التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدب المفرد للإمام البخاري، والأدب للإمام أبي بكر بن أبي شيبة، وكتاب الأدب للإمام البيهقي، كل هذه بمسمى الأدب، وكلهم أئمة محدثون. فالبخاري وابن أبي شيبة والبيهقي يجعلون داخل هذه الكتب أحاديث مرفوعة وآثارا موقوفة، يجعلونها فيما يتعلق بالأبواب التي يترجمون داخل هذه الكتب. لماذا أفرد البخاري الأدب المفرد بمصنف مستقل غير كتاب الأدب الذي ضمنه صحيحه رحمه الله؟ لأنه في الصحيح اشترط شرطا معينا من درجة الصحة في أعلى المراتب، فخرجت جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة بالأدب لن تدخل في الصحيح، ليس لأنها ضعيفة، ليس بالضرورة، لكن لأنها لا تبلغ ذلك الشرط الرفيع، فصنفها في كتاب مستقل سماه كتاب الأدب المفرد، ولا يشترط فيها الصحة، ففيها الصحيح في أعلى المراتب، وفيها ما دون ذلك، وفيها الضعيف أيضا، لكنه أراد أن يجمع جملة أوفر مما ضمنه في الصحيح، وكذلك صنع ابن أبي شيبة والبيهقي رحم الله الجميع. وأدب الدنيا والدين للإمام أبي الحسن الماوردي، والآداب الشرعية لبرهان الدين ابن المفلح. هذان مثالان في كتب الآداب الشرعية التي صنفها الآئمة، وهي اليوم بين أيدي الناس وطلبة العلم من أشهر مراجع كتب الآداب الشرعية. أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي الفقيه الشافعي أبي الحسن رحمه الله، صاحب الحاوي الكبير وصاحب الأحكام السلطانية، فإنه صنف كتابا سماه كتاب أدب الدنيا والدين، جمع فيه من الألفاظ الرشيقة والعبارات الممتعة المتعلقة بالآداب، وسماه أدب الدنيا والدين، ورأى أن المسلم لا يستغني عن ذلك، وقسمها على فضل العلم، فضل العقل، ثم أدب الدين، ثم أدب الدنيا، ثم أدب العلم، جعلها في 5 أقسام، وأورد تحتها أشعارا وعبارات منثورة ورجزا جميلا رائعا تتعلق بتلك الأقسام. أما ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية فجمع ما سبقه فيه الأئمة في أبواب الأدب في مختلف مناحي الحياة، ما ترك ما يتعلق باللباس ولا الطعام ولا الشراب ولا الدخول ولا الخروج، وجمع فيه أحكاما ومسائل فقهية وتقسيمات نافعة وأحكاما يحتاجها الناس في تلك الأبواب من الآداب. فمثلا إذا جاء يتكلم عن آداب السلام في إلقائه ورده إذا كان فردا أو جماعة، وكيف يصنع في كل المسائل والأحوال، ينقل فقه الآئمة وأحكام العلماء في جمع بين العلم والفقه بتلك الآداب وأحكامها ومسائلها المترتبة عليها. نعم. ولباب الآداب للفارس الأمير أسامة بن منقذ، ولباب الآداب لأبي منصور الثعالبي، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستي، وبهجة المجالس وأنس المجالس للحافظ بن عبد البر الأندلسي، والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي للإمام أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني، وموسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والأدب الكبير والصغير لابن المقفع. نعم. لباب الآداب لابن منقذ أو لأبي المنصور الثعالبي، وروضة العقلاء لابن حبان، وبهجة المجالس لابن عبد البر، والجليس الصالح للمعافى بن زكريا، هذه أوسع من مصطلح الآداب الشرعية، وكتبهم حوت جملة من طرائف الأدب ولطائفه وما يتعلق به، وجعلوها مما يتعلق بآداب السلوك عامة، وضمنوا ذلك أيضا أدب اللغة، يعني ما يتعلق بالألفاظ التي تحمل أدبا في صياغة العبارة وفي التعبير، ثم يحرصون على نقل القصص والأخبار والروايات قارئها والمطلع فيها ومدمن النظر عليها يكتسب أدبا رفيعا، أدب خلق وأدب لسان. فأدب اللسان أدب العبارة وسموها
وارتقاء اللفظ وفصاحته ورشاقته إذا أدمن النظر في مثل هذه الكتب، وأيضا أدب الخلق لأنها تحكي مواقف يتأدب فيها الناس ويتعلمون فيها، ويحكي موقفا حصل مثلا في مجلس خليفة أو بين يدي عالم من العلماء أو بين أو في حضرة أحد أئمة اللغة أو الفقه أو الحديث، يحكي الموقف وفي جملته عبرة وأدب وخلق وحكمة وفائدة نافعة، كل ذلك تجده في مثل هذه الكتب وهي كثيرة وفيرة، وعامة ما سمي هنا مطبوع مبذول بين أيدي الناس يمكن الوصول إليه. أما موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا عمل معاصر، وهو جمع كبير للأخلاق مرتبة على الحروف الهجائية، وتحت كل خلق يذكر منها تأتي الآيات القرآنية المباشرة الصريحة أو التي لها صلة بها، ثم الأحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآثار عن الصحابة، ثم العبارات التي أثرت عن السلف في هذا الباب، وهي أيضا مرجع كبير يفيد منها عادة طلاب العلم وخطباء الجمعة وأئمة المساجد ومن يجهز ويحضر موضوعا يجد فيه وفرة وإحالات كثيرة تنفع جدا في باب الأخلاق والآداب الشرعية. أما كتاب ابن المقفع الأدب الكبير والأدب الصغير فهي إلى أدب اللغة أقرب، حديث عن الأدب اللغوي والأشعار والألفاظ التي يعتنى بها في مقام التهذيب اللفظي الذي يحتاج إليه طلبة العلم. بقي أن نقول قبل أن نتجاوز هذا إلى آداب طالب العلم خاصة، إن الحديث عن كتب الأدب التي ورثناها من آئمتنا كثيرة وقد سمعت أمثلة لها. عليك أن تعلم أنه عندما نبحث في الإسلام عن مراجع ومؤلفات نستقي منها أدبا نتخلق به، فاعلم رعاك الله أن أعظم مصنفات ومؤلفات تستقى منها الآداب والأخلاق الكريمة فهي كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لأنها تحكي سيرة أعظم بشر وأكرم إنسان وأعظم خلق الله أدبا. حسبك أن الله لما أثنى عليه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أراد جمال الأدب وكماله فليتعلمه من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعل الإمام الترمذي رحمه الله الذي صنف الجامع وهو ديوان من دواوين السنة لما أفرد الشمائل المحمدية بمصنف مستقل كان يورث الأمة مرجعا من مراجع الآداب والأخلاق، لأن الشمائل أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحواله، ثم جعلها في أبواب، ثم عكف العلماء على هذا النهج وتتابعوا فيه بين شارح ومتابع في التصنيف، فهذا مثال لثروة وهو مصدر أصيل كما قلت لك للأخلاق والآداب. ليس ببعيد عنه إمام من أئمة السلف مثل ابن أبي الدنيا رحمه الله، وجعل لكل خلق تقريبا رسالة ومصنف مستقل، له رسالة اسمها مكارم الأخلاق، وأخرى التواضع والخمول، وثالثة الصمت وحفظ اللسان، وهكذا يجعل لكل باب من أبواب الخلق والأدب رسالة يجمع فيها آيات وأحاديث وآثارا وقصصا وأخبارا تعين على هذا. ابن حزم الأندلسي الإمام أبو محمد صاحب المحلى وصاحب الإحكام الفقيه الأصولي المحدث له كتاب لطيف ليس كبير الحجم، هو مرجع، ولما تأتي على رسالة كهذه في ذلك الزمن المبكر في القرن الخامس تعلم عظيم ما اعتنى به السلف. رسالته سماها مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق، جعل فيها كلاما لطيفا وعبارات يحتاج إليها من أراد تأديب نفسه. قال في مقدمة كتابه: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وليستعمل سيره وأخلاقه ما أمكنه، أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين. هذا كلامه رحمه الله في مقدمة رسالته اللطيفة تلك. نعم. ومن مصنفات آداب طالب العلم خاصة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لعز الدين بن جماعة، وتعليم المتعلم طريق التعلم لبرهان الإسلام الزرنوجي، وأدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني، وحلية طالب العلم للعلامة بكر أبو زيد. هذه نبذة، هذه عناوين. أنا أقول طالب العلم لا يكتفي أن يكون في مكتبته من هذه الكتب كتاب أو اثنان أو ثلاث، حقيقة ليس يقتصر على أن يحتفظ بنسخ من هذه من كتب آداب الطلب في مكتبته، بل دعني أقول لعله لا يستغني عن قراءتها جميعها ما أمكنه، أو تكرار بعضها مرات ومرات. حقيقة هي ليست رسالة تقرأ لتحصيل فائدة وتمشي، هي كتب تقرأ لتوطين النفوس على الآداب التي تذكر فيها، هي ملكات تنمى، وليس صفحات تقرأ وكتاب يختم ثم تجعله في الرف وتنتقل إلى غيره. إذا أردت توطين نفسك على الأدب وأردت حملها على التخلق فالمسألة تحتاج إلى ممارسة ودربة وتعاود وتكرار، فلا يمل منها طالب العلم. بل كان طلبة العلم يرون أنه لزاما عليهم أن يقرأ أحدهم رسالتي الخطيب البغدادي والحافظ ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، والجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. العجيب أن هذين الإمامين الحافظين القرينين المتعاصرين كان أحدهما إمام الدنيا في المشرق والثاني إمام الدنيا في المغرب. حافظ الخطيب البغدادي عراقي في بغداد، حافظ محدث إمام ويصنف كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وقرينه عصريه الأندلسي المغربي المالكي بن عبد البر يصنف كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. فهل تواطؤوا؟ هل اتفقوا؟ هل نسقوا فيما بينهم؟ لا، هو توافق هم وتوارد خواطر، وكانوا يعيشون في تلك العصور المتقدمة إيمانا منهم بأنه ينبغي أن يربى طلبة العلم على الأدب، فصنفوا تلك، فهي الحقيقة تعتبر في أجل موروثات السلف ومصنفاتهم في آداب طالب العلم، وفيها أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة وجمل عظيمة فيها جلالة هدي السلف وطريقتهم رحمة الله عليهم، والقارئ فيها يخرج بأدب جم. بل ما زلت أقول حق طالب العلم فينا أن يعاود النظر فيها ويكرر ويعاود ويتعلم ما فيها من الحكم والمسائل والآداب. كذلك مصنفات ابن جماعة والزرنوجي والشوكاني وأبو زيد كلهم رحمة الله عليهم يتفاوتون في طرق العرض ونماذج ما يتعلق بأداب الطلب، لكن هي في جملتها لا يستغني عنها طالب علم. وإذا أردنا المصارحة فنقول من المؤسف أن يمضي على طالب العلم في طريقه للطلب سنوات تجاوز فيها مراحل دراسية وارتقى من مرحلة إلى مرحلة، قرأ كتبا وأنهى متونا وحفظ قصائد ودرس كذا وكذا، ولم يمر عليه في مسيرته العلمية والدراسية قراءة شيء من هذه الكتب المتعلقة بأدب الطلب. مؤسف والله، وهو في الحقيقة خلل كبير ومنهجية تحتاج إلى تصويب. كما قلنا منذ أول ليلة، ليس الحديث عن الأدب في الشريعة عامة وأدب طالب العلم خاصة ليس نافلة من النوافل ولا كمالا من الكمالات، هو مطلب أساس، هو مدخل. وسمعت بأذنيك عبارات السلف الأكيدة في أن الأدب مقدم على طلب العلم، وأنه المدخل والبوابة والعتبة الأولى التي يطأ عليها طالب العلم في طريق الطلب. أما تأخير ذلك أو العزوف عنه أو الغفلة عنه بالكلية فخلل،
خلل فاضح والله ينبغي استدراكه، ولا يليق بطالب العلم أن يستمر في الطلب وعنده قصور بين في هذا الباب. على كل حال لا يخرج منها إلا بفوائد جمة وبآداب عظيمة وفيرة وبخلق كريم، وسيشعر أنه كان غائبا عنه كثير من تلك القضايا. أسمعك الآن طرفا مما ذكره بعض أهل العلم في كتب الأدب هذه، مثل ما ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه أدب الدنيا والدين، ومثل ما ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين. فإنه ذكر رحمه الله فيما يتعلق بأدب طلب العلم والحرص عليه ولو كبر سن صاحبه، يقول: وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكبره وعلو سنه، واستحيا من تقصيره في صغره أن يتعلم في كبره، فرضي بالجهل أن يكون موسوما به، وآثره على العلم أن يصير مبتدئا به، وهذا من خدع الجهل وغرور الكسل، لأن العلم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه أولى، والابتداء بالفضيلة فضيلة، ولا أن يكون شيخا متعلما، يعني رجلا كبيرا في السن، ولا أن يكون شيخا متعلما أولى من أن يكون شيخا جاهلا. ثم قال: حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي، يعني نفسه أن يطلب العلم لكنه يرى كبر سنه، وأنه ربما أتى المساجد والمجالس والحلقات فرأى الشباب حوله صغارا فاستحى. حكي أن بعض الحكماء رأى شيخا يحب النظر في العلم ويستحي، فقال له: يا هذا، أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ يقول: هذا ما يستحي منه. يقول: أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما كنت في أوله؟ وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال: لما لا تتعلمه اليوم؟ قال: أو يحسن بمثل طلب العلم؟ قال: نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قائما بالجهل. قال له: وإلى متى يحسن بطلب العلم؟ قال: ما حسنت بك الحياة، طالما بقي فيك رمق ويحسن بك أن تبقى حيا وتعيش، يحسن بك أن تكون طالبا للعلم بلا حد ولا انتهاء. نعم. خامسا: معالم في طريق تحصيله واكتسابه. تحصيل الأدب والتحلي به منهاج حياة لا ينحصر في دراسة كتاب أو حفظ متون، وهذه خطوات ومعالم في طريق الأدب للسير عليها وصولا إلى تحقيق الأدب الشرعي وتحصيله. نعم، المقصود يا كرام الآن هذه خطوات خمسة أردنا منها تقريب المنهج العملي لي ولك ولكل مسلم بعامة وطالب العلم بخاصة، كيف نأخذ نفسه في التأدب بأداب الشريعة، كيف يرتقي بأدبه وهو طالب علم، كيف يأخذ نفسه في تلك المراتب السامية والدرب الشريف، كيف يلحق بركب السلف وهم يحثون على العناية بالأدب وتحصيله. نعم. أولا: الإيمان بأهميته والحاجة إليه والإقرار بفقده أو نقصه، فمنه تنشأ الهمة بالبحث عنه وتحصيله والصبر على الوصول إليه. يقولون أولى خطوات العلاج أن تشعر بالمشكلة، إذا شعرت بالألم وبدأت تحس به انطلقت تبحث عن العلاج عن الدواء، لكن متى بقيت لا تشعر بأنك مريض أو متألم سيمضي بك دون أن تشعر بشيء. أرأيت مريضا إذا لم يشعر ببعض جوارحه فإنه ربما جرح وسال منه الدم وهو لا يشعر، وربما تعفن جرحه أجلكم الله لأنه لا يشعر بالألم فلا ينتبه له. أولى خطوات سلوك طريق الأدب القناعة التامة، يقينك بأنه مهم وأنك محتاج إليه، هذه واحدة، يقابلها إقرارك بأنك ما زلت ناقصا في هذا الباب وأنك لا زلت تحتاج إليه وأنك إما فاقد له أو ناقص، هنا تنشأ الهمة.
وتبدأ الرغبة الجادة في سلوك هذا الطريق والصبر على تحصيله والاستمرار عليه دون انقطاع. نعم. ثانيا، الدعاء وسؤال الله تعالى تحصيله واكتسابه، وذلك لما يلي: أن التحلي بالأدب مطلب شرعي، فيشرع طلبه من الله وسؤاله كسائر المطالب. ثانيا، أنه في ذاته عبادة، فيستعان عليها بطلب التوفيق من الله وعونه. ثالثا، أن أجل صور الأدب وأرقى مظاهره ما منحه الله للعبد وسهل له حصوله، ولا أدل على ذلك من رعايته تعالى لأنبيائه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. رابعا، أن حصول الأدب بمفهومه العام أهم من حياة العبد من الرزق والعافية وسائر مطالب العبد، فكما يعتمد في تحصيل تلك على مالكها وواهبها، فكذلك ها هنا وأولى. نعم. إذن الخطوة العملية الثانية بعد أن تنطلق من الأولى وتمتلئ يقينا بأهمية الأدب وحاجتك إليه ونقصك منه، الخطوة العملية بعد هذا مباشرة أن تطرق باب الكريم سبحانه، وأن تلح في الدعاء، وأن تسأل الله. تسأله ماذا؟ تسأله أن يرزقك الأدب، وأن يحسن لك أخلاقك، وأن يجعلك اليوم خيرا من أمس، وغدا خيرا من اليوم. هل هذا يدعى به؟ هل يسأل الله عز وجل الأدب؟ الجواب نعم. آتاك هنا الآن جملة من المؤكدات على أن الدعاء في تحصيل الأدب مطلب. أولا، أليس التحلي بالأدب مما أمرت به الشريعة وحثت عليه؟ الجواب بلى. إذن عليك أن تسأله الله كما تسأله سائر ما أمرك به عز وجل. ثانيا، أن طلب الأدب وتحصيله هو من جملة العبادات، لأنه يقربك إلى الله. أما قلنا الأدب إما واجب أو مستحب، إذن هو مما يقربك. فإذا كان مما تتعبد لله تعالى به، فإنك تستعين بالله عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. أنت في تأدبك تتعبد لله، فإذا كما تخصه بالعبادة تسأله الاستعانة. وأنت إذا أردت أن يرزقك الله برا كريما بوالديك فاسأله أن يعينك، وإذا أردت أن يجعلك واصلا كريما لرحمك فاسأله أن يعينك، وإذا أردت أن تكون جارا كريما وفيا لجيرانك فاسأله أن يعينك، وإذا أردت أن تكون عف اللفظ كريم العبارة نزيه القول فاسأله أن يعينك. وهكذا في كل أدب أنت تستعين بالله عز وجل أن يرزقك أعلى المراتب فيه. الأمر الثالث، لأن الأدب في أعلى ما يمكن أن يهبك الله فيه أن يتولاك بعنايته. أما التفت وانتبهت كيف امتن الله على الأنبياء برعايتهم؟ قال في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فعصمه ربه ووقاه وحماه وجعلها منة أخبر بها سبحانه. هذا وهو نبي، فماذا عني وعن؟ نحن أحوج والله إلى أن يتولانا الله وأن يحفنا بعنايته وأن يكرمنا فيحلينا بالأدب. إذن اسأله، والله تعالى لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا ولا يحرم طالبا يسأله دوما. كذلك قال في منته على رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، على عدة معان ذكرت في الآية لكنها الهداية التي ننشدها جميعا. الأمر الرابع، إذا كنت حريصا على أن تسأل ربك في الدعاء رزقا واسعا وشفاء من الأسقام وتفريجا للكربات، يا حبيبي أزمة الأخلاق والآداب والله أعظم من الدين الذي يؤرقك. وحاجتنا إلى الرزق وطعام لي ولزوجتي ولأولادي ليس بأكثر من حاجتي إلى أدب أعيش عليه ما بقي من عمري. فما تسأل الله كما تسأل الله في دعائك، في سجودك، في طوافك، في حجك وعمرتك، في صيامك، عند إفطارك، كما تسأله سبحانه أن يوسع لك الرزق ويقضي عنك الدين ويفرج عنك الكربة، مهم أن تجعل في مطالبك في الدعاء أن يرزقك الله خلقا كريما وأدبا حسنا
وأن يبعد عنك مساوئ الأخلاق ومذمومها، وأن يطهر قلبك ولسانك وبصرك وسمعك وسائر جوارحك من أشياء تجر بك نحو مساوئ الأخلاق والآداب. الأمر الأخير الذي سنذكره الآن، لما نتكلم عن طلب الأدب بالدعاء، ولما نتحدث عن سؤال الله الأدب يا حبيبي؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه الأدب كما في بعض أدعيته. إذن كان يعلمنا وكان يرشدنا أن يكون من ضمن مطالبنا التي نرفع بها أكفنا إلى السماء أن نسأل الله عز وجل أدبا كريما تحسن به حياتنا. نعم. ثبوت ذلك في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوعان: صريح مثل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ومثل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، واللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، واللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق وسيء الأخلاق. هذه جمل صريحة في أدعية المصطفى عليه الصلاة والسلام. انظر كيف يسأل الله أن يهديه لأحسن الأخلاق، يسأل الله أن يصرف عنه سيء الأخلاق ويتعوذ بالله منها. هذا وربه يقول له وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أنا وأنت مساكين والله أحوج إلى أن نسأل ربنا في كل ما سألناه في الدعاء، نقول يا رب حسن أخلاقنا، هذب سلوكنا، آتنا يا رب حسن الخلق، واصرف عنا سيئه، نحن أحوج. هذه أدعيته الصريحة عليه الصلاة والسلام، تدلك على عنايته بهذا الباب، وعلى تعليمنا معشر أمته على الدعاء بمثل تلك العبارات. هذه أدعية صريحة. وهناك أدعية تأتي ضمنا في جمل تشتمل على هذا المعنى وإن لم تكن صريحة فيه، ضمني مثل اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فالعلم النافع هو الذي أثمر عملا وانتفع به صاحبه، وضده غير النافع. هذا دعاء ليس صريحا في الأدب لكنه ضمني. كيف يعني؟ لما يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ويتعوذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، السؤال ما هو العلم الذي ينفع والذي لا ينفع؟ الذي ينفع ما أثمر عملا وارتقيت به، والذي لا ينفع الذي لا أثر له. طيب ما أثر العلم؟ هو هذا، أن تكون في أخلاقك، في عبادتك، في عقائدك، في كل شأن من شؤونك خيرا مما كنت قبل أن تتعلم. هذا دعاء ضمني بما يرزق الله به صاحب العلم بعلمه بأن ينتفع به. نعم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك والسلامة من كل إثم، اللهم إني أسألك من الخير كله، اللهم أهدني فيمن هديت، وأمثال هذا في الأدعية النبوية كثير وفير. أن تسأل الله الهداية، أن تسأل الله الخير، أن تسأل الله السلامة من الإثم، أن تسأله موجبات الرحمة، كل هذه جمل تتضمن أن يرزقك الله خير المقامات والأحوال، ومن جملتها بل وعلى رأسها حسن الأدب. نعم. الدراسة وكثرة المطالعة وإدمان النظر في النفس، هذه الخطوة الثالثة، العلم بالتعلم. أردت أن تتعلم الأدب، إذن عليك بدراسة الأدب. إذن هذه خطوة نحو القراءة والاطلاع والدراسة وإدمان النظر وكثرة التكرار في بعض المجالات التي تقودك إلى الأدب. نعم. أولا، النصوص الشرعية المشتملة على محاسن الأخلاق وكريم الآداب وصفا وحثا، والمشتملة على مساوئها وصفا وذما. ثانيا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه. ثالثا، سير السلف وأخبارهم ولطائف عباراتهم في هذا الباب. رابعا، الكتب المصنفة في هذا الباب على ما تقدم وفي مساوئ الأخلاق ومذمومها. نعم. هذه أربعة مجالات عليك أن تطلع فيها وأن تقرأ وأن تدرس وأن تتعلم. أولها النصوص الشرعية، الآيات والأحاديث التي تكلمت عن الأخلاق والآداب، حسنها وسيئها، فتتعلم من الحسن وتجتنب السيء.
ثانيها سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم كما أسلفت، فهي المعدن الأصيل والمنبع الأهم لكل من أراد أن يروض أخلاقه ويهذب سلوكه. وكذلك ثالثا النظر في سير السلف، لأنهم أحسنوا منا حالا وأكثر إيمانا وأقرب إلى الله، وهم كانوا أتقى وأنقى. فإذا قرأت أخبارهم واطلعت على سيرهم ووقفت على عباراتهم اللطيفة في هذا الباب ارتقت بك خلقا وأدبا. رابعا ما ذكر قبل قليل في مظانه والمصنفات فيه، الكتب المصنفة سواء في مكارم الأخلاق أو في مساوئها، لأنه بتعلمها والنظر فيها يكتسب الإنسان قدرا ويتقدم خطوات في تحصيل الأدب. إذن هذه ثلاث خطوات: القناعة والشعور بالحاجة والأهمية، ثم الدعاء، ثم الدراسة والمطالعة وإدمان النظر في تلك المجالات. نعم. رابعا مجالسة ومرافقة أهل العلم العاملين من المتحلين بآدابه واكتساب هديهم وسمتهم كما يكتسب علمهم، فإنها سنة سالفة. هذه من أكثر ما تعين طالب العلم في التحلي بالأدب، رفقة العلماء الربانيين، حضور مجالسهم وشهود علومهم. فأنت إذا أتيت درسا كما تتعلم من شيخك وأستاذك شرح العبارة وفهم المسألة ومعرفة الدليل ونحو ذلك، فأنت أيضا تتعلم من أدبه وخلقه. إن كان فيه من الحلم والتواضع والصدق والوفاء والكرم والحياء، فإنك تكتسب من هديه وسمته لا محالة. ولهذا كان الحث على الحرص على مصاحبة أهل العلم، لأنهم بعلمهم يقتادون إلى أعلى المراتب. وقد مر بك في الليلة الأولى المقولة المأثورة عن الإمام الشافعي فيما نقل النووي، أنه من أراد أن ينور الله قلبه ويفتح له فيه فليجتنب كذا وكذا. قال: وبعض أهل العلم الذين لا أدب لهم. يقصد أن هذا الصنف لا يحسن مصاحبته، وبالعكس، فمن أراد أن يكتسب الأدب فإنه بصحبة العلماء ومجالستهم ممن يتحلى بأدب العلم. نعم. خامسا ترويض النفس وتعليمها، وتعليمها. وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وفي الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله. نعم. إذن الخطوة الأخيرة هي أن تداوي نفسك، أن تروضها. كيف يعني؟ يعني أنت تعرف أن عندك مشكلة تتعلق بالاعتياد على بعض الألفاظ القبيحة مثلا، أو تعرف مشكلتك في سرعة الحماقة والغضب وربما قادك إلى شيء مما لا يليق بك طالب علم، فماذا تفعل؟ إذا عرفت عيبك وخلقك الذي تريد مداواته وشيئا من النقائص التي لا يسلم منها أحد فينا، وكل أدرى بنفسه، فإذا عرفت مواطن الخلل عندك تعال واشتغل عليها، داويها واطلع عليها. فقد لا تنجح في المرة الأولى، لكنك ستكون حريصا في المرة التالية على أن تكون أكثر حرصا على تجاوز الموقف. مرة بعد مرة، طالما جعلت المسألة نصب عينيك فإنك ستصل يوما ما. المشكلة عند من لا يلتفت إلى عيوبه، أو يلتفت إليها ويراها لا شيء، أو يراها مشكلة لكن لا يجتهد ولا يحاول في معالجتها والتخلص منها. يا أخي الكريم، نفسك التي بين جنبيك أمانة، أنت مسؤول عنها. وإذا أردت أن يرقى الله بك في درج العلم ومراتب العلماء، وأن تكون في مقدمة الصفوف، وأن تكون في مصاف من يخلد التاريخ ذكرهم ويحفظ أثرهم ويجعل الله له ذكرا حسنا في الدنيا قبل المناقب والدرجات العلى في الآخرة، فهذا جهاد لا بد منه. وهذا الترويض، والحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. هل يولد الإنسان من بطن أمه عالما؟ لا، بالتعلم. وماذا يفعل في التعلم؟ سيترك الفراش ولذيذ النوم ويحضر الدروس ويحفظ ويكرر ويعاتبه الأستاذ ويعاقبه ويعطيه الواجب ويفهمه، هي معاناة
لكن إذا أراد أن يتعلم ويرغب في الراحة عاش جاهلا ومات جاهلا. هذا في التعلم، فكذلك التخلق. قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، نفس الكلام. تريد التخلق لن تولد من بطن أمك كامل الأخلاق، لكن ستتعلم الحلم، تتعلم الكرم، تتعلم الأدب، تتعلم الصمت، تتعلم التواضع، تتعلم الاحترام، تتعلم إلى آخره. تأخذ نفسك كما تجاهدها في التعلم، فإذا أردت لنفسك الراحة صدقني ستتمرد نفسك عليك وتتجاوز حدود الأدب، وسيأنف الناس منك، وسيضعوك في قائمة الذين لا يحسن النظر إليهم ولا الكلام معهم ولا مجاورتهم ولا الجلوس إليهم. هذه مسائل يحتاج فيها أحدنا أن يقوم فيها بنفسه على نفسه. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر، كيف يعني يتصبر؟ يوطن نفسه على الصبر، يحاول. لا تقول أنا طبعي كذا، هذا غير صحيح. بعض الناس يحتج هكذا، يقول أنا عندي الحماقة والعجلة، أنا سريع الغضب. لا، الحديث يقول الحلم بالتحلم. يمكنك أن تكون حليما، ممارسة، هي محاولات حتى تتعود، هي ملكة تنمى. ويقول ومن يتصبر يصبره الله، سيأتيك العون من الله إذا علم صدق نيتك وحرصك واجتهادك في هذا الباب. نعم. ومن رام علاج نفسه وعانى تهذيبها تم له تأديبها. والمرء يعالج أدب نفسه كما يعلم صبيه وطفله. وصدق من قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. إذا كان الأب فينا لا يعجبه تصرفات بعض صبيانه الصغار، يرى أحدهم يقل أدبه ويسيء الكلام والعبارة ويتبجح مع الكبار، فإنه يوجه أبوه أو أمه بأدب، بعتاب، بنظرة، بعقاب، بكلمة. فالصغار إذا أهملهم آباؤهم ما النتيجة في باب الأدب؟ سيخرجون على غاية من الوقاحة والقحة وقلة الأدب وسوء الكلام والعبارة، هي نتيجة، هي ثمرة سببها سوء التربية. هل فهمت الآن أن نفسك التي بين جنبيك هي تماما في السياسة كما يفعل الأب مع صغاره؟ يعني إيش؟ يعني إذا أهملت نفسك وأرخيت لها الحبل ورأيتها تتجاوز وصرت تغض الطرف عنها، ستنشأ عندك لا قدر الله نفس بجيحة قبيحة قليلة الأدب، صدقا والله، لكنها تحتاج إلى تأديب. كما يغضب الأب أو الأم فتؤدب الولد، تعاقبه، تحرمه من شيء يحبه لأنه أساء الأدب، تعليما وتأديبا له. اليوم ما في حلوى، اليوم لن تلعب، اليوم لن أسمح لك بالخروج. هذه العقوبات هي تأديب. والله يا إخوة نفوسنا هكذا تؤدب، إذا شعرت أنها أساءت، تجاوزت، أدبها، زم خطامها. يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الصغار يبدأون حياتهم برضاعة، فإذا أرادت أمه أن تفطمه أليست مرحلة معاناة وصعوبة؟ طيب ماذا لو أشفقت الأم كلما بكى الصغير وقد بلغ سنتين ودخل في الثالثة، فإذا غلبتها الشفقة والحنان وكلما بكى أرضعته؟ صدقني سيدخل المدرسة ابن 7 سنوات ولا يزال يرضع. هو هكذا، إن تهمله شب على حب الرضاع، قال وإن تفطمه ينفطم. الفطام صعب لكنه لا بد منه، وستكون العاقبة هي المطلوبة. ونحن نحتاج فطام أنفسنا عن مساوئ الأخلاق، عن العادات. ولا نأنف، بعضنا قد يكون نشأ في بيئة أو في مجتمع أو في أسرة أو تأثر بمحيط حوله وأصابته شيء من لوثات الأخلاق والآداب. ما فاتك شيء والعمر باق. أدرك نفسك واعلم رعاك الله أنك كما تحرص على أن تملأ صحيفتك بحسنات وعبادات وعمل صالح، بإمكانك أن تملأ صحيفتك بحسنات بأدب كريم وخلق فاضل.
إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لي ولك وتبسمك في وجه أخيك صدقة. كان يعلمنا أن الأدب باب للحسنات وليس مجرد يعني أسلوب حياة، لا بل هو باب من الأجر والقربات والعبادات. ختاما، هذه دورة تمت بهذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة نافعة، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا وإياكم من فضله وتوفيقه وهداه. اللهم لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما يسرت لنا، ولك الحمد كما أتممت لنا. اللهم لا تجعله آخر العهد بمجالس العلم والخلق والأدب وتحصيله والانتفاع به. اللهم اجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المقربين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تلزمنا عتبة العبودية، وأن ترزقنا السعادة الأبدية، وأن تدفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.